أن يرد الحوض على رسول الله. فما البين الذي يبين لنا بأنهم حصن العذاب وأن فيهم هذه ممتدة؟ جعل الله سبحانه وتعالى رطاً برحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، وإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فجعل الله سبحانه وتعالى فيهم كمالين، كمال لذاتهم أن الله سبحانه وتعالى أنزل آية في كتاب الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فجعل الله لذاتهم كمال طهر لا تأتي شوائب النقصان، وجعل الله سبحانه وتعالى كمالا للأمة رحمة الله وبركاته عليكم، لو كانت لكم كانت خاصة بهم، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها عليهم كي تحيط بمن حوله وينال بركتها كل من احتاط بهم. ثم جعل الله سبحانه وتعالى من معين رحمته أن القيامة لا تقوم إلا على أشرار أهل الأرض، وجعل الله سبحانه وتعالى من معين فضله أنه لولا شيوخ الركع وأطفال الرضع وأنعام الرتع لصب عليكم العذاب. فهم معين رحمة الله التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيهم، لا جزاء أمر. شيوخ الركع حصن العذاب لأعمالهم، وأطفال الرضع حصن عذاب لأنه لم يجري عليهم القلم، وأنعام الرتع لأنهم من أجلهم، لأنهم تقوم حياتهم على حياة من حولهم، لكنهم اختصهم الله دون ما سبب ودون ما علة، وجعل رحمته كاملة فيهم وبركته مجملة لهم، فجعلهم باب ارتحام إلى قيام الساعة، وجعلهم باب فضل بلا علة ولا سبب. وجودهم حيثما وجدوا وجدت الرحمات، وحيثما حلوا حلت البركات لذاتهم لا لعلة، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم أزلا
من أنوار رحمته فجعلهم باب ارتحامه في الأرض. إذا نظر الله إليهم رحم من حوله، إذا نظر الله إليهم قبل من حولهم، فهم أئمة هذا الوجود. شاءت الموجودات أم أبد، أبى الله إلا أن تكن الإمامة إليه بهم. ربنا قال للكون كله لو سلكت الموجودات إليه كل طريق واستفتحوا عليه كل باب، ما فيش ملجأ ولا دخول إلى حضرة الله إلا برسوله. وبعد كده أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بابا له سوى من ائتمنه الله على ذرية نبيه. لم يجعل الله ذريتي من صلبي وجعلها في صلب علي. كل ابن آدم عضدهم لأبيهم إلا هذين، فأنا كفلهما وعضدهما في الدنيا والآخرة. كل ابن أم نسبتهم لأبيهم إلا هذين فهما لي. فما استنطق رسول الله في الإمام الحسن والإمام الحسين إلا ابناي هذين، إن ابني هذا يصلح الله به بين فئتين من المسلمين اختلفا، وإن ابني هذا سيدا في الدنيا والآخرة، وإن ابني هذا الإمام الحسين هو سيد شباب أهل الجنة في الجنة. وأشار إليه قال ليس من المواصف ما يوصف به هذين إلا الحسن والحسين سبطين من الأسباب. فما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا يعدلهما في الدنيا بعدما نزل من منبره وهو يخطب في الناس إلى محط وجود المؤتمين في جماعة المسلمين. ليه؟ ينزل النبي من منبره لتعسر الإمام الحسن والإمام الحسين وهما طفلين في مسجد رسول الله. خطبة الجمعة، الخطبة هي نصف الصلاة، نزل وقطعها رسول الله لتعسر الإمام الحسن والإمام الحسين في مسجد رسول الله. بل وأعظم، يوما ساجد رسول الله فانطق الإمام الحسن ظهر رسول الله يلعب
فأطال رسول الله شيوده حتى ظن الصحابة أنه قد قبض، فلما قام من سجوده قالوا لقد أطلت يا رسول الله حتى ظننا أنك قبض، قال والله إن ابني كان يلعب على ظهري فأبيت أن أقطع لعبه. بيبين للأمة من هذين وما الفضل الذي حواه الله فيه، يعني لعبهم أطال النبي صلاة فرض بجماعة المسلمين، وهو الذي أمر من أم بالناس فليخفف. ليس لشيء إلا أن لا يقطع لعب حبه وابن نفسه، في آية البهلاء، وابن أم أبيها فاطمة الزهراء، ابن الكمال المحقق والاكتمال المدقق الذي ما جعل الله سبحانه وتعالى فضلا يعدل الاتصال به في الدنيا ولا في الآخرة. لا فضل يعدل ما فضل به ولا كمال يعدل ما كمل به. إن سقنا في ذاتهم فهم أفضل الزوات على الإطلاق، هل فضل في الدنيا يعدل فضل جدهم المصطفى؟ هل فضل في الدنيا يعدل فضل أبيهم هارون الأمة كما هارون لموسى فعلي لرسول الله؟ فهل فضل في الدنيا يعدل من جعله الله نفس حبيبه ورسوله في آية البهلاء؟ هل فضل في الدنيا يعدل فضل الزهراء سيدة النساء على الإطلاق من ألست إلى النهى؟ هل فضل في الدنيا يعدل من جعل الله المحشر بمن فيه يطأطئ رأسه لجوازها على الصراط؟ هل فضلا في الدنيا يعدل من جعل الله سيدة نساء العالمين وكل من سبقها من السلاس سيدة نساء عالمها؟ أي فضل؟ قال النبي أنا خيار من خيار من خيار، فالخير كله حوى في رسول الله، واحتوت كل المخيرة في من في خير من أنجب على ظهراني الأرض من خير أم وأبا. فما عندناش حاجة نجد فيها عدل أو فضل أو رحمة
تعادل ما أعدله الله فيهم ولا تعادل ما جعلهم الله مختصين به دون غيرهم من موجودات الخلق. فهم عين العز التي ما بعدها إعزاز، ولا يدخل إيمان قلب امرئ في الأرض حتى يحبكم لله ولقرابتكم مني أهل البيت. فعشان كده دي أسباب ما نترنم به في دوائر المحبة، لكن الكلام ملوش أسباب. جعل الله محبتهم في قلوبنا سبق عناية. لا محبة ولا مودة إلا سبق عناية من الله سبحانه وتعالى ساقها في قلوبنا فجعلتنا نتصل به. كل ده كلام لله، كلام لظواهر الأعمال، كلام للي عايز يدور على كلام. لكن سبق العناية سبق إحسان. ربنا يكتب المودة فنجد نفسنا في رباطها، ربنا يهيئ أسباب الاتصال بهم نجد أنفسنا في رباط عزها. لكن ليس لنا من الأمر شيء غير أن الله وهبنا فضل كل شيء حيثما جعل لنا عزة بالاتصال بهم. فربنا ما يجعلش في الدنيا باب لإعزاز الخلق ولا إكرامهم إلا مودتهم ومودة جدهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فربنا يأمننا بهم ويشملنا بما عندهم ويؤسر لنا بمحبتهم ويدم علينا فضائلهم ويجعلنا من عباد إحسان وصلوا بهم واتصلوا بما لهم فكان بذلك عزهم في الدنيا وإعزازهم يوم لقاء الله. اللهم ما نسألك إلا تهيئة فضلك الكاملة وجودك المجمل وإحسانك المكمل في ديننا ودنيانا. آمين آمين يا رب العالمين. يا الله سر صواب الفاتحة. صلى الله عليه وعلى آله وسائر التبعات والورثات. كل القبول إني راجبك الوصال وفيك قد صدق المنال. حسين يا صدق الرسول أنت باب للقبول إني راجبك صار وفيك قد صدق المدال. فأنت من خير الأمم أبويك سباق الكرام والجود منكم يتلام والذكر يحكي لنا كمال. حسين يا صدق الرسول أنت باب للقبور إني راجبك الوصال وفيك قد صدق المنال.
نصر وطيتي وفيك رحب العناية فأنت سر وطيتي وفيك رحب العناية وأرجو منك هدايتي فأنت نبع الاكتمال حسين يا سيد الرسول أنت باب للقبول إني واجبك الوصال وفيك فأنت بالبشر البشير وجدك باب المستنير فأنت بالبشر البشير وجدك باب المستنير فأنت يمي والغدير وأصلكم مجن الجلال حسين يا سبط الرسول أنت باب للقبول إني راجبك الوصال وفيك قد سبق أنت منك المنتهى والخير في ضيفك أهل فأنت منك المنتهى والخير في ضيفك أهل فإن عطيت فلن تأكل فمنكم الجود إلى حسين يا سبط الرسول أنت باب للقبول إني راجبك الوصال وفيك قد صدق المنال أنت عبدك النبي حديث صدق لنا روي فأنت أرى النبي فأنت منه لنا المقال حسين يا سبط الرسول أنت ما قل للقبول إني راجبك الوصال بل أنت منه بلا جدل وهو منك لنا انتقل بل أنت منه بلا جدل وهو منك لنا انتقل والصف مرواه الخبر حديث جدك به الدلال حسين يا سبط الرسول أنت باب للقبول إني راجبك الوصال وفيك قد سبق الأمل أنت سيرك لنا يشير ومشيتك تمضي الضرير فأنت سيرا لنا يشير ومشيتك تمضي الضرير فأنت أشبه من يسير كسير طه لنا حميل واجبك الوصال
قد قال مولانا علي إمامنا باب النبي قد قال مولانا علي إمامنا باب النبي حسين مشيت متجتلي كمشي جده لا محال فأنت صرت الشهداء والنبي لك شاهدا أنت صرت الشهداء والنبي لك شاهدا يوم القيامة القائدا وخلفك هم في امتثال فأنت فارسنا الجاري والشهامة بك تبتدي فأنت فارسنا الجاري والشهامة بك تبتدي ولا بغيرك أرتمي فأنت أمن للمنال حسين يا سبط الرسول أنت باب للقبور اندراج بك الوصال وفيك قصد تنجل قد أتيتك بالحسن وزينب أم المنن قد أتيتك بالحسن وزينب أم المنن وزين عباد الجنان وآل جمعا باجتمال حسين يا سبط الرسول أنت باب للقبور اندراج بك الوصال وفيك قد صدق المنال قد أتيتك مرتجي بأبيك المتصل قد أتيتك مرتجي بأبيك المتصل والزهر فرقدة النبي والآل أصحاب الكمال حسين يا سبط الرسول أنت باب للقبور اندراج بك الوصال وفيك قد صدق المنال وبكل عطر علي وبكل نسب مجتلي وبكل عطر علي وبكل نسب مجتلي وبجمع آباء النبي والعم أشتمل السؤال حسين يا سبط الرسول أنت باب للقبور اندراج بك الوصال وفيك قد صدق المنال قد أتيتك بالفاتي ابن إدريس النقي قد أتيتك
رأيتك بالفاتي ابن إدريش النقي به فرق المشربي أنت زاد الارتحال حسين يا سيد الرسول أنت باب للقبول بالبيرات بك الوصال وفيك قد صدق المنال أن تقبلني ولا يقال بأني مفتقر الفعال أن تقبلني ولا يقال بأني مفتقر الفعال فعبد رقك بامتثال وعذره عشق الدلال حسين يا صدق الرسول أنت باب للقبول بالمراج بك الإنصار وفيك قد صدق الدلال متى تريني بما فيا وفخرنا بحاليا لا تعتريني بما فيا وفخرنا بحاليا إني ضعيف الصاريا ومركبي بك في احتمال ولي بجاهك مقاصدا أنت كلي راشدا دنيا وأخرى ولن أحال حسين يا سيد الرسول أنت باب للقبول إني راجي بك الوصال وفيك قد صدق المنال فظني فيك هو الجميل أنت للأعمى دليل فظني فيك هو الجميل أنت للأعمى دليل فالنبي عندك نزيل والآل والصحب الرجال فليس لي إلا الوداد
كيف مرتني بامتداد فيه اقتبالي باعتماد فيه اقتبالي باعتماد ويلقى عبدكم الوصال أبو البتول المرء يحشر بالقبول مع من أحبه واشتمال يا ستة الرسول أنت باب للقبول برجلك الوصال وفيك معي صدق المنال وأنا لجدكم الكفن لمن مدح فيك وارتجل أنا لجدكم الكفن لمن مدح فيك وارتجل Thank you.